في تجربة مميزة ومثيرة جدا أنا ومحمد. اليوم دخلنا في خط النار في أجواء الحرب والقتال الافتراضي على ظهر هالدبابة الحربية، تجربة فريدة من نوعها اليوم تقدم للزوار هالزون تحديدا، تعيشكم أجواء الحرب والقتال. نرجس اليوم هلا. لازم تظهري لي بحسك العسكري. طبعا أكيد أنا بكون السائق وأنا الدليلة وأنا رمي النار عندي. يلا مشانا. شفتي العدو خبريني. ها أبشر. نبغى ندحر أي أحد قدامنا اليوم بإذن الله. يلا جاهزة للتجربة؟ جاهزة. نرجس قائدة الدبابة العسكرية اليوم وأنا السلاح بيدي إن شاء الله وحنفوز. يلا بإذن الله لازم ننتصر في هذه المعركة. يلا مشينا. يلا